السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الركراكي، يعني وين دروس اللي باغي يتعلم، اللي باغي يتعلم الناس اللي خدمت خويا، ناس تخدم. قال لك كاين اللي يقول لك باللي هذه راني معاك، يقول لك باللي فايد راني معاك، بصح الناس كيفاش خدمت، كيفاش كملت. احنا فاني فايد نهار اللي جا صنع ايكيب، خلاها جا غوركي بسلق بسقلها، يعني وصلناها ديك ليكيب في 2019. بصح موراها خدمنا ما خدمناش، ما زدناش النقله ما درناهاش. حتى اليوم يخرج عليك مكلف بالاعلام يدير لك كما طلب الجماهير، الجماهير الحقيقيه راهي من 2019 فاقد قدام الكارثه. رانا من 2019 وحنا يا ودي جيبو الناس دايت لك يدير لك هاك، هادو اعداء جمال، هادو اعداء المدرب، هادو انا كيف انت كيف بنادم يلقاك مع الصباح يقول لك مالك شوبير، نقي روحك منا، هذاك ما يكرهكش، هذاك يبغيك. يقول شوبير شعرك مشطح مالك، روح عاود لي هذاك الانسان يبغيك. دروك انا كي نقول له يا بالماضي جيب الجوال الفلاني جيب، هذه نكرهو. خاطش حنا كنا نشوفوا باللي الاعلام وهذو لي باطار تاع اليوتيوب كانوا ساكتين، كانوا الاعلام كان ساكت وكانوا طايقين هذو لي باطار يهضروا تاع لا بغات يجيب الشابه صباح لا بغات. بصح شو وين وصلت، شو وين وصلت، شو الرجاله وين راهم، شو انت وين راك، راك تتفرج راك تتحسر، راك تتحسر، راك تتفرج راك ترقب. كيما يقول لك راكم عندكم الدخله تاع البغال تدخلوا ترقبوا شحالهم دايرين، توخروا كاليفي وما كاليفيوش. كيفاش وين وصلتوا لوحكم، خاص ما بغيتوا تسعفونا، ما عينا فيكم يا جماعه، زيدوا اللعابه. نهار بوركينا فاسو بينت لنا في مراكش، بينت لنا باللي يا ودي رانا مهودين. زادت هنا مع بوركينا فاسو هنا ماشي بينت لنا، قالوا لنا يا ودي راكم كملتوا صاي سي بون. راني عاقل درت فيديو بهذه لاكسيو، قلت لكم يا ودي هذا المستوى غادي نروحوا نجيبوا كوب دافريك ونروحوا لكوب دي موند. قلت لكم ما ظنيت بهذا المستوى، راني عاقل عليها كيما ضروك، قلت لكم بهذا المستوى ما ظنيت نروحوا نجيبوا كوب دافريك ونجيبوا كوب دي موند. راني عاقل عقل ما قلت له، قلت له يا لونترينير الا في الدوزيام تور غادي نتحي لك. خاطش علاه، كنت عارف باللي اللمسه ما راهيش عنده، اللمسه بانت ما كاش، اللمسه تاع المدرب ما كاش. بصح كي تشوف انت يا الركراكي يعني جاك في اوت اللمسه تاعو طبقها، انا كي تقول لي وين هاللمسه اللي طبقها راه نقول لك اللمسه تاعو، اللمسه تاعو وين بانت باللي عنده لمسه امان بلجيكا، يعني زوج لعابه اللي دخلهم جاب بهم النتيجه، جاب بهم التاهل. لا بلجيك كي خسرت مع المغرب التقصات حشاتها لها المغرب، دقتها وخرت دب وخرت عليها. هذه هي فماك خويا، انا ما تجيش دروك انايا انا نشوف بلي راه يدلو غير هذاك كيسموه ذاك المكلف بالاعلام باي عبود، راك تقصر عليا نتايا. حمله انتخابيه جماعه راه كاين جديده، جديد اللي كاين تهضر عليه بعد فوات الاونه يا لويرا. قال لهم رجعت هذا مكلف بالاعلام، قال لهم عدد لاعبين من مزدوجين الجنسيه كما ارادت الجماهير الجزائريه سيلتحقون بنا رسميا خلال شهر مارس القادم لتعزيز صفوف الخوض، لن اذكر اسماءهم، اترك ذلك للناخب الوطني. يعني ما هذه الهضره كنا باغي نحوسوا عليها نهار الاول، دروك فات الاوان، دروك فاتت، دروك ما ديروناش حمله انتخابيه، هذه حمله انتخابيه. على بالكم بلي حمله انتخابيه، راك دير في حمله انتخابيه كيما المدرب نهار اللي خسر خرج دار كيما هكا، راه كاين عوار وايت نوريام جايين. انا نعقل كانوا مين يجبدوا له على اللعابه ديبل ناسيوناليتي، كان ما يبغيش، كان يقول لهم روحوا انتوما هضروا معاهم واو لا. بصح اليوم يعني ماهيش المرض، راه كبير المرض كبر، كاين امور رجعت من بعد نهضر لكم عليهم، ماشي اليوم رجعت من بعد نهضروا عليهم. روحوا ريقلوا بي عبود باش تعرف بلي عندي الصح، عندي الرسمي، يا راه عندي الرسمي، راه عندي الرسمي. يقول لك لا، روحوا ريقلوا مع بن ناصر وريقلوا مع محرز، ايوا سهله ريقلوا مع زوج، خاطش على البوانب اللي راهم غادي تطرطق هذوك زوج بوانب، الا طرطقوا غادي ما تبقى لا انت لا غيرك.
ريقلوا معاهم هذوك، روحوا ريقلوا معاهم. خاطش كي راني نقول لك كيما هكا، انت راك عارف انا واش راني نوصل لك، راني نقول لك انتوماكم عارفين. خلي ناس واحد اخرين بيامنوا ناس واحد اخرين بالك تجيهم مغربه ولا، بصح انا نقول لكم شكاين. روحوا ريقلوا مع بن ناصر ومع محرز. محرز الرساله اللي دارها شكر المغرب، وش كي شكر المغرب بعد ندير ندو ذاك المقطع ونقول لكم عليه، بعد ندير لكم فيديو عليها. هذه هي، نعاودوا نولوا نتكلموا على وين كيف قاد الركراكي يعني ايصال المنتخب بلاده المغرب الى هذه القوه الفنيه والصلابه غير طبيعيه والتماسك الواضح بين الجميع الخطوط، لدرجه ان المنتخب استقبل هدف واحد حتى الان في البطوله. يعني كي تجي تقول لي باللي فايد خدم بصح لي زاد سوداها سودار تاع البحر، خاطر كاين سودان اللي سودي في اعماق البحار تيوات، يعني هو الركراكي احد اهم اسباب والذي يوضح في الصوره المحليه من الاداء والاهميه نتاعهم وقدرتهم على فعل الكثير وتطوير الفريق فنيا لدرجه كبيره. اولا هيرسون يعني العقل المدبر السابق، وهو نقولوا بلي وليد يماني المدرب الالماني يعني كلوب، وين كان يعني نقولوا بلي كان اليمنى اليد اليمنى للمدرب الالماني كلوب يعني في ليفربول، يعني في طيله 8 سنوات حقق معه الدور الانجليزي والدور ابطال اوروبا بما بها وعده القاب اخرى. نجح الركراكي في اقناعه ترك ليفربول والانضمام للمنتخب يعني الثالث يعني موسى للمنتخب. وثانيا هو موسى حبشي محلل سابق للمنتخب البلجيكي، حيث وصل الى النصف النهائي كاس العالم 2018 يعني، ويشكل فريق عمل واحد ضمن منتخب المغرب. يستثير المدرب الحراس يعني ومحضر بدني بزاف، وحنا عندنا لهنا يعني مدرب يدير كلش وحده، يعني ما يقبل تا واحد وحده. كي يحصل يستشير المدرب الحراس بوراس او محضر بدني مرواني. باه تنجح لازم طاقم فني موسع، احنا للاسف عندنا طاقم فني يتيم. هذه نديرو يعني ندير وحدي كلش ونتصدر المشهد وما كاش لي يعني هذه ما تتكلم، ما كاش في كره القدم هذه تاع ندير كلش وحدي، هذه ما كاش كاع. انا نقول لكم يعني ناس خدمت ناس راحت، وين هذا الركراكي، وين اصبح الركراكي اول مدرب عربي افريقي يصل الى الدور النصف النهائي كاس العالم. والان نقول ان هذا الرجل رفع رؤوس العرب والمسلمين عاليا، فشكرا لقطر وشكرا للمنتخب المغربي الذي وهذا الثنائي الذي ارغم يعني شو كيفاش خلاش انا نقول لك هذا هو وين نقولوا بلي قطر والمغرب والذين ارغموا اعداء العرب والمسلمين على الاعتراف، اذ كنا نحن نملك مدرب اقصانا مرتين متتاليتين بنفس الاخطاء ويسميه يعني الهيشر بوزير سعادة، فماذا سنسمي بطلنا ووليد الركراكي، وزير العرب ام وزير الحب والمودة من هذا المنتخب العرب الذي يستطيع الوصول الى هذا المرتبة. رأيتم معنى السعادة، إنها تتمثل في نصف النهائي كأس العالم يا سادة. كرواتيا، بلجيكا، كندا، إسبانيا، البرتغال كلهم منتخبات انقض عليهم أسد المغرب الأطلس، يعني ماشي ليزوتو، جيبوتي، زيمبابوي، مالي، النيجر، بوركينا فاسو، تعادل يعني ولا شيء آخر. هذه باش يكون على بالكم أجمع.
المهم ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير و بارطاجيونا لي فيديو تاعنا و لي مشي ابوني تدخلي ابوني معنا وربي يحفظكم خير.